تسعة. طب معلم 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 ليك، انا عندي مبادره تاريخيه رح تحل الوضع كله. والله مبادره تاريخيه انت؟ ايه طبعا طبعا، خلص هيدي هي الحل النهائي. ايش هي المبادره؟ خي انت بتتذكر يوم اللي اسبرتا كانوا يبعتوا الجنود لليونان يدعمون؟ ايه هول المقاتلين وكذا. ايه نحن بنستعمل نفس السيناريو تبع اسبرتا واليونان. يعني شو عم تحكي؟ ايه طبعا. لك حبيبي مبادره تاريخيه، فهمانا غلط انت. كيف فهمانا غلط؟ ما هي مبادره تاريخيه. لا حبيبي، مبادره تاريخيه مش معناتها تنكش بالتاريخ وتجيب تعمل مبادره. لك شو لك شو بسميها مبادره؟ شو هي مبادره تاريخيه؟ لا مبادره تاريخية عم تعمل مبادرة مهمة مشان بعدين تنكتب بالتاريخ. هيك لكان. ايه لا لا خيي، لكان شو بدي اعمل انا بهالحالة؟ انا برأيي رك على المبادرة الجغرافية. مبادرة جغرافية؟ ايه لشو هاي؟ منشان تعرف حدودك.